نعمل اول حاجه كوسه بشاميل جميله جدا، تقدري تعمليها من غير لحمه مفرومه، يبقى الكوسه بس هتاخديها سوتيه في البصل والثوم وبعد كده تعمليها صوص بشاميل، او تقدري تزودي لها زي ما انت عايزه، يا اما لحمه يا اما فراخ جوليان، وبعد كده هنعمل رز بالخضار باستمتاع بالحركات بالتكات بالجنزبيل بتاعه، وهنعمل الشيش طاووق ونعرف التتبيله بتاعته، وهنحلي بصابع زينب عشان ايام الشتاء الجميله محتاجه سكريات ومحتاجه باور. طب تعالي نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونعرف الكوسه بالبشاميل. الكوسه هنسويها سوتيه، وبعد كده هنعصج اللحمه بتاعتها، وبعد كده هنعمل لها صوص ابيض صوص بشاميل. اكتبي مقاديرك وصوريها وتعالي نعمل التريكات والحركات واحده واحده. اول حاجه عشان اعمل الكلام ده كله هنعمل ايه يا عم حسن؟ هنعصج اول حاجه اللحم الكوسه، يبقى معلقتين سمنه وبصلتين كبار 150 بصل وفصين ثوم، 1 كيلو كوسه اقطعها شرايح، وبعد كده هعمل ايه يا عم حسن؟ هتبلها ملح وفلفل وزعتر وروزماري. في طاسه ثانيه احمص اللحمه احورها، معلقه سمنه، 100 جرام بصل مكعبات بقى مش شرايح، و10 ثوم ومعلقه صلصه ومعلقتين دقيق عشان يربطوا، ونص كيلو لحمه وملح وفلفل، وحط لهم سكر 10 جرام سكر و150 شوربه خضار. اما صوص البشاميل عباره عن 3 معالق من السمنه، 60 جرام من الزبده او السمنه، و3 معالق من الدقيق، وست كوبايات من اللبن اللي هو لتر و200 من اللبن، ست كوبايات لبن كبار، وملح وفلفل ومكعب مرقه. هنقول تاني صوص البشاميل. صوص البشاميل 60 جرام زبده او زيت او سمنه، يعني 3 معالق كبار من الزبده او السمنه، 3 معالق دقيق كبار 60 جرام، واللتر و200 من اللبن ست كوبايات كبار، الكوبايه 200 ملي، وشويه ملح وشويه فلفل ومكعب مرقه. تعالوا نقول نبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ايه بقى خطواتنا؟ وهنعلق على البشاميل وهنعلق على الحركات والتكات كله قدامك واحده واحده كده معاكي عشان تعرفي التفاصيل. اهم حاجه هنحط اللبن، ندفيه اللبن، لو ما عملتش كده ما بقاش حامض، زي ما ادي اللبن عندك اهو لازم تدفيه. وتعالي هنا هنبدا نعمل سوتيه للايه؟ للكوسه. عندي السمنه بتاعتي وعندي البصل بتاعي اقطعه شرايح زي ما انت شايفه، حطيت السمنه اسيح السمنه هنا عشان الكوسه، وعندي سمنه ثانيه عشان اللحمه المفرومه، يبقى كل خطواتك كده قدامك، يبقى سمنه هنا عشان الكوسه وسمنه هنا عشان الايه؟ البصل بتاع اللحمه اقطعه مكعبات، اما البصل بتاع الكوسه اقطعه شرايح، خدي بالك من الخطوه دي، البصل بتاع الكوسه اقطعه شرايح والبصل بتاع اللحمه اقطعه بتاع مكعبات. تعالي هنا ادوب السمنه كويس هنا واقدحها مع بعض، وفي الاثناء دي هعلق برضو اللبن ادفيه، وهعلق على ايه؟ البشاميل. يبقى انا بعمل ثلاث خطوات، بعصج اللحمه، بعمل سوتيه للكوسه، وفي نفس الوقت هعلق على صوص البشاميل. ثلاث حاجات اعمل بيهم الصينيه بتاعتي، الطاجن بتاعي بتاع الكوسه بشاميل. تقدري تشيلي اللحمه وتعملي كوسه بس مع صوص بشاميل، يا جماله يا حركاته وتكاته. اول ما اقدح عندي هنا السمنه بتاعت اللحمه انزلها فيها واخلي البصلايه طريه، وبنفس الطريقه احط البصله الثانيه بتاعت الكوسه الشرايح دي واطريها خالص، افعل فيها الماده السكريه بتاعتها زي ما انت شايفه كده قدامك، خطواتك كلها قدامك واحده واحده. ادبل البصلايه بتاعت اللحمه المفرومه واطريها خالص عشان افعل الماده السكريه، وهنا ادبل البصلايه الشرايح بتاعت الكوسه واحده واحده كده معاكي خطواتك على النار هاديه، وفي الاثناء دي بدفي اللبن بتاعي، اللبن اللي انا هعمل بيه البشاميل، اللتر و200 من اللبن قدامك اهو بدفيه على نار هاديه، بيبقى دافي على اساس ايه يا عم حسن؟ يساعد عمليه الربط على طول، لما احط له السمنه واحط له والكوسه قدامك متقطعه شرايح رفيعه قدامك حسن جبالك اهو، ارجع هنا اول وبشرها طبعا لازم تتبشر، وبعد كده تعالي شوفي هنا البصلايه بتاعت اللحمه المفرومه، احط لها الثوم القطع، ادي الثوم بتاعي، حطيت الثوم بتاعي ادبله كويس، وبعد كده احط لها معلقه صلصه احورها كويس قوي، معلقه الصلصه عشان اطلع منها الماده الحافظه والملوحه اللي موجوده جواها بالشكل الجميل ده، لازم احورها كويس، وبعد كده بجيب اللحمه بتاعتي المفرومه، ادي اللحمه بتاعتي، واروح حاططها مع الخليط بتاعي، وهتتبلها ملح وفلفل وشويه سكر. ارجع هنا تاني يا عم حسن للبصلايه بتاعه الكوسه، خطواتك كده قدامك ماشيه، يدبل عندي البصلايه خالص وتبقى شفافه، هعرفها ازاي؟ لونها هيبقى شفاف زي ما انت شايفه كده قدامك. اول ما تدبل عندي كده اروح جايه مديها توم جنزبيل وتوم مع بعض، وبعد كده يا عم حسن اديها زعتر واديها روزماري، ادي الزعتر بتاعي وادي الروزماري مع بعض كده مع التومه ومع البصل مع حته جنزبيل صغيره، واحده واحده كده معاكي
وتبدا تتفاعل معايا الثوم او الجنزبيل والزعتر والروزماري مع البصلايه كويس قوي عشان تديني الطعم اللي جوه الكوسه بعد ما اسوي الكوسه. ارجع هنا تاني للحمه بتاعتي، انا عصقت الماده الدهنيه السمنه مع بصل ومع ثوم وحطيت عليها صلصه ورجعت حطيت عليها اللحمه المفرومه. كل كده خطواتك دي قدامك اهو يا جمالها يا حركاتها يا تكاتها، واحده واحده كده معاكي خطواتك. ادي نقطه مهمه بقى اللحمه وانا بشتغل فيها كده، اعمل ايه يا عم حسن؟ اروح جايه مديها توابلها، ادي الملح بتاعها، واديها فلفل، واديها شويه سكر، واروح مديها ايه يا عم حسن؟ شويه من الدقيق عشان عايزها تبقى تقيله شويه، واحده واحده كده مع بعض. اديها فلفل كتير مجروش، يبقى خطواتك كده جاهزه معاكي. وارجع هنا تاني، عندي هنا 150 مللي من الميه بقى عشان ايه عم من شوربه الخضار او شوربه لحمه او ميه عشان تعمل لي اللحمه دي خرز. خدي بالك انا عايز اللحمه دي استمتع بيها وانا حاشي الكوسه بتاعتي. وتقدري تعملي صينيه الكوسه دي من غير ايه؟ من غير لحمه، تعمليها بس كوسه عاملاها سوتيه في بصلايه والثوم والجنزبيل والزعتر والروزماري وملح وفلفل، وتعملها صوص بشاميل. واحده واحده كده معاكي، بعد ما اتجنست كده مع بعض هتروحي جايه مديها شويه السكر بعد الملح والفلفل، ومديها ال 150 مللي من الميه، واديها تعفيره واحده من الدقيق كده قدامك كده، وتسيبيها مع بعض على نار هاديه تبدا تبقى خرز عشان تعبيها وتبقى عندك زي الفل. يا جماله يا حركاته يا تكاته، تسيبيها كده قدامك اهو بخطواتك وتسيبيها تبدا تتسلق. ارجع هنا بقى زي ما انت شايفه كده، انا مسخن اللبن والبصلايه بقت شفافه، اديت ماده دهنيه، البصل، الثوم، الجنزبيل، الزعتر، الروزماري، ده اصلها شويه من الملح وشويه من الفلفل، وبعد كده الكوسه سيبها تستوي معاها 50% عشان تكون بتجرش تحت درسي وانا باكلها في الطاجن. خدي بالك الخطوه بتاعه الكوسه بشاميل لازم تكون بتجرش، ما تسويهاش قوي عشان هتخش الفرن برده وتستوي، يبقى انت محتاجاها ما تكونش واحده واحده كده مع بعض. اهو جاي عندك اهو زي ما انت شايفه كده، حسني جايبها لك اهو، وتروحي جايه جايبه الكيلو كوسه ومنزلاه كله قدامك كده بجماله بحركاته ياخد سواه على قلب بيه. وانا شغال كده تعالي شوفي بقى خطواتك واللحمه عندك، ادخل بقى كله مع بعضه عشان تستمتعي بيه، البصلايه والثوم والجنزبيل والزعتر والروزماري والملح والفلفل والماده الدهنيه مع الكوسه كده قدامك اهو، واحده واحده كده مع بعض وتسيبيها تاخد سواها. وارجع هنا للحمه بتاعتي، انا لازم الميه اللي موجوده اللي انا الشوربه اللي انا حطيتها دي لازم تتبخر عشان اللحمه تبقى خرز. هي فكرتها احنا حاطين لها ليه شوربه يا عم حسن؟ عشان تبدا تغلي وتلاقي مساحه شيء يتبخر للغليان وتبدا تبقى تخرز، هي تبقى عامله زي الخرز كده عشان تستمتعي بيها قدامك كده اهو. وارجع هنا بقى ايه؟ نعمل ايه يا عم حسن؟ نعمل البشاميل. عندي اللبن بتاعي يكون دافي زي ما اتفقنا كده مع بعض. ارجع اللبن بتاعي هنا واجيب عندي حاجه اقلب بيها. عندي الماده الدهنيه بتاعتهم 3 معالق سمنه او زبده، واحده واحده كده مع بعض. 3 معالق سمنه او زبده عشان اعمل بشاميل. اسيحهم كويس قوي ولبن يبقى دافي عشان اعمل، يبقى الخطوه الاولى اللحمه العصاج، الخطوه الثانيه عملت سوتيه للايه؟ للكوسه، الخطوه الثالثه بعمل صوص البشاميل. عندي 3 معالق من السمنه او من الزبده اسيحهم زي ما انت شايفه كده قدامك واحده واحده على نار هاديه. وثلاث معالق من الدقيق ومكعب مرق وشويه ملح وشويه فلفل ابيض عشان ايه يا عم حسن؟ عشان اعمل بيهم احلى صوص بشاميل.